يعني هل لك أن تعطينا معلومات أوفى حول هذا المرض جدري القردة، سرعات انتشاره، كيف نشأ، ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب؟ تفضل. جدري القردة هو خطأ سمى القردة، هو يسمى الآن إمبوكس لأنه تم اكتشافه في القردة ليس مونكي بوكس. يا إمبوكس، بطل نعم. اسمه مونكي بوكس، إمبوكس. لماذا؟ لأنه هو اكتشف بال 1958 في القردة، ولكن القرد منه بريء. الحقيقة الحاضنة البيولوجية هم القوارض، أي الجرذان، بعض أنواع السناجب، ويمكن هاي الحيوانات أن تنقلها لحيوانات أخرى مثل الخيل، مثل القردة، مثل غيرها، ولهذا تم تسميته علميا بالإمبوكس. نعم. وهذا عدوى فيروسية كما قلت، وتنتقل من الحيوان إلى الحيوان، والآن يمكنها أيضا أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتنتقل من الإنسان إلى الإنسان. الحقيقة طريقة الاتصال الانتقال تكون بالاتصال اللصيق، يعني يجب أن يكون هناك اتصال بين إنسان وبين حيوان مصاب عن طريق ملامسته، أو أنه الحيوان عض الإنسان وهكذا. أما من الإنسان إلى الإنسان فبرضو عن طريق ملامسة مثلا الحبوب اللي بتطلع على أو الطفح الجلدي اللي بيطلع على يعني جلد المصاب، ويمكن أيضا بالاتصال الجنسي، ويمكن أيضا برذيذات العطاس والسعال، ولكن هاي الطريقة يعني يجب أن تكون ضمن زمن طويل، يعني لا يجب أن يكون هناك أكثر من شخص مصاب ويجلسوا مع شخص صحيح لمدة طويلة حتى تنتقل. يعني الشاهد من حديثي بأنه ليست بسهولة انتقال فيروس كورونا، لأنه هذا السؤال دائما يسأل من الناس إنه ما الفرق بينه وبين جائحة كورونا. إذن دكتور، عذرا المقاطعة، لماذا هناك تحذيرات من انتشار وباء جديد وهو كما قلت إمبوكس، يعني بعد سنتين من موجة إصابات أولى لهذا المرض؟ سيدي، هذا حالة الطوارئ العالمية العامة ذات القلق العالمي، هاي للمرة الثانية تعلن حقيقة لجدري الجدري القرد أو الإمبوكس. والمعنى لها، ما معنى جائحة، ما معنى يعني حالة طارئة صحية عامة؟ أي أنه يجب على الدول أن تعلق الجرس، يجب على الدول أن تبدأ بتنفيذ خطط الاستجابة لهذا الجدري، يجب على الدول بالبدء بالإبلاغ عن الحالات الجديدة، يجب على الدول أن تبدأ بتحضير ميزانيات وموارد محلية وعالمية لشراء الفحوصات، لشراء العلاجات، ولشراء اللقاحات، حتى يعني نكون أسرع من انتشار هذا الفيروس. فهذه معناتها يعني حالة طارئة صحية عامة، لا يعني أنه هذا يعني المرحلة الأولى من تحوله إلى وباء لا سمح الله أو إلى جائحة، لا، هو تحضير يعني منطقي من منظمة الصحة العالمية لكل الدول حتى يعني تشحذ الهمم وتشحذ الموارد المالية لمجابهة هذا المرض. نعم.